لف كده يا عم احنا من داخل مصر ومن خارج مصر عاملين ايه يا رب تكونوا بخير في احسن صحه واحسن حال فيديو النهارده ان شاء الله بناء على طلب اختي وحبيبتي المغربيه ربنا يسعد ايامها ويسعدها اللهم امين يا رب العالمين طلبت مني اعملها الفيديو دوت طبعا ما اقدرش اتاخر عنها ابدا واي حد من المتابعين يطلب منا اي حاجة ان شاء الله نعملها لكم على طول في القناة وبشكر اي حد دخل عندي جديد الفيديو اللي فات شرفتوني ونورتوني اسعدني وجودكم وطلتكم الحلوة فرحتني كلمة بقى كده طبعا اللي الفيديو اللي فات انا عملت فيه عقيقة و... وعملت اعلان طبعا اللي عايز بقى كده نعمله عقيقة للمولود صدقات على روح متوفي سواء من داخل مصر او من خارج مصر طبعا بقول عشان اللي ما شافش الفيديو اللي فات لازم يعرف ان احنا بنعمل ايه صدقات على روح متوفي نعملها لكم من داخل مصر او من خارج مصر أه وجبات ان شاء الله برده لشهر رمضان الكريم اطعام الطعام طبعا مفيش احسن منه وأحب الاعمال الى الله اطعام الطعام فلازم أه طبعا عايز اي حاجه من ديت نعملها لكم في القناه واخواتي اللي طلبوا مني ان انا اروح عندهم واعمل أه عندهم عقيقه طبعا بعمل بس عندي انا في بيتي انا اللي عايز أه بيبقى ياخد بقى كده حاجته على الجهاز على طول لكن انا طبعا أه بعمل في بيتي بس ما بطلعش بره البيت وان شاء الله هسيب لكم الرقم برضو اللي تتواصلوا معانا فيه في صندوق الوصف صندوق الوصف دوت يعني تضغطوا على العنوان عنوان الفيديو يدخلكم على طول على صندوق الوصف يعني ضغطه كده بسيطه على العنوان يدخلكم بقى على صندوق الوصف وهتشوفوا الرقم اللي هسيبه طبعا اللي حابب يتواصل معانا بقى اي اوردرات اي حاجه انتم محتاجينها ان شاء الله هنعملها لكم يلا بقى كده اذكر اللي يوصل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاه تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين متحقق بها الامال اللهم امين يا رب العالمين دعوة حلوة كده لربنا يكتبها من نصيبنا ونصيبكم اللهم امين ربنا يبارك في اولادكم جميعا يا رب ويبعد عنكم كل مكروه وكل اذى يعطي كل مشتاق منكم بالذريه الصالحه والخلف الصالح ويشفي كل مريض اللهم امين يا رب العالمين يلا بقى كده ونشوف هنعمل ايه طبعا اختي وحبيبتي فاطمه من المغرب طلبت مني اعمل لها الفطير المشلتت وعلى بقى كده طريقه ست الحبايب طبعا قلت والدتي ما, ما عني وجات على طول وطبعا برضه اخواتي كانوا عايزين فوالدتي بقى كده جمعتنا ولمتنا وقالت هعمله اه لكم ليا ولاخواتي تعالوا بقى كده ونشوف هنعمل ايه طبعا دول كده ستة كيلو دقيقة عشان كده نمشي كده بالمقادير ونشوف خطواتنا واحده واحده ستة كيلو دقيقة. حطينا عليهم اه خمس معالق سكر و اه معلقتين ملح وبعد كده والدتي بقى نخلنا الدقيق الاول وبعد كده والدتي عملت كده في فتحه كده في النص وحطت بقى كده في شويه ميه على شويه زيت طبعا قلت لها نسخن المية قالت لا ميه عاديه خالص من الحنفيه وعاملنا بيه وبعد كده بقى لمت العجينه اهيت وشايفين بقى عامله ازاي يعني مش عايزه اقول لكم جميله جدا وطريه طبعا لها قالت لما تكون العجينه ناشفه معاكي بتخلي المعجنات او اي حاجه تكون ناشفه معاكي لكن لما تكون العجينه العجينه كده طريه كده معاكي فبتخلي كده العجينه برده لما بتستوي أنها كده معاكي طريه خلاص كده عجنت بقى اهيت وسبناها بس كده يعني 10 دقائق وبعد كده قطعناها كانت اختي برده معايا ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك لها في اولادها كانت معاها هي طبعا هنا ما كانش حد معانا يصورنا فكنت انا اللي واقفه وكنت بصور هنا هي طبعا اول حاجه دهنا الطبليه كده بالزيت طبعا في حتت في الطبليه كده مش عليها زيت الطبليه طبعا غسلتها اول حاجه بالليف كده والبريل وبعد كده نشفتها ودهنا بقى كده مكان ما هنعمل بس كده زيت طبعا دول ستة كيلو دقيق والدتي قطعتهم على 18 كوره زي ما انتم شايفين كده قالت كل فطيرة هنعملها تلات كور من اللي انتوا شايفينهم دول يعني هي قالت بقى كل كيلو هيبقى تلات فطاير تلات كور زي ما انتوا شايفين كده يعني احنا عملنا ست فطاير كل واحدة تلات قطع من القطع اللي انتوا شايفينها دي طبعا دهناها كده برضو وشها بالزيت وركناهم طبعا لما بتيجي بقى تعملي بتعملي اول حاجة الحاجة اللي انت بدأت بيها الاول يعني القطعة اللي انت قطعتيها الاول ابدأي بيها بتكون ارتاحت على طول يعني احنا خلصنا على طول ووالدتي جابت بقى كده هنا على طول اول كوره قطعتها راحت عاملاها، طبعا بقى كان هنا ابني بيضحك بيقول لها ما ترفعي بقى يا تيتا كده وتعملي زي الفطير اللي بيبقى الناس بيعملوه في الافران، يعني بيبقى الصنيع من دول ماسك النار كده وبلفها حواليها، فاحنا كنا عاملين نضحك هنا يعني اتفاجئنا ان والدتي بتعمل شكل فاحنا احنا نحسبها ان هي مش هنفرد بس كده قصاد بعد الطلاق كنا عمالين لو عملنا كده هتطلع بقى كده في السقف وما تنزلش تاني وعمالين نضحك فجانا والدتي راحت ماسكاها وراحت تلفها حوالينا كده واحنا بقى كلنا عمالين نضحك واختي برضو كلنا عمالين طبعا احنا بنفردها بقى كده الاول ناخد كده من النص كده ونوزع على الحراف وبعد كده طبعا حتى لو اتخرمت منك هي دي الطبيعي لازم عجين الفطير يتخرم منك طبعا ليه بيبقى شفاف ورقيق فلازم هو بيتخرم منك عادي هنحط عليه ده كده عملنا واحده اهيت ونحط التانية برضو طبعا ايد على ايد بتساعد يعني طبعا عشان مش تتعبي يعني الحاجات دي بتبقى عايزه الايادي وعايزه اللم عشان ما تتعبيش فطبعا الكره كنا بنحطها كنا بنشدها كده يعني بنفردها زي ما انتم شايفين طبعا زي ما انتم قلت لكم الواحده هنعملها ثلاث كور يعني الكيلو قطعناه على ثلاث كور كده وعلى الطبليه بقى كده وان شاء الله برضو هنعمل لكم المره الجايه الفطير اللي هو الكور الصغيره هنوريكم بتنعمل ازاي طبعا كل رق ورق بندهن بقى كده دي سمنه آه على زبده حطيناها سيحناها كده يا بس ساحت عشان طبعا الجو حر ويكون الزيت بندهن بيه زي ما انتم شايفين كده على الطبليه ادي الصينيه هي بتاعتنا وبندهنها بقى كده من السمنه على زبده وبعد كده بنحط فيها الفطيره طبعا مش بنفرد دلوقتي بنسيبها بقى كده آه ترتاح وبعد كده نبقى نفرد ده كده آه اختي وحبيبتي بس يا رب يكون مستتلك كده المعلومه وطريقتنا كده في الفطيرة طبعا هناخدها بقى كده ونركنها على طول على جنب اهيت هنعمل بقى غيرها اهيت زي ما قلت لكم بنعمل تلاتة تلاتة وكل بين رق والتاني بنحط بقى كده طبقة من الزبدة على سمنة وادي وزي ما قلت لكم بندهن بقى كده الصينية برضو زبدة على سمنة ونحطها على طول طبعا الفطيرة عجناه يعني لازم تعجنيه كويس عشان يطلع معاكي شايفين بقى كده العجينة طرية ولينة وزي الملبن اهيت عشان كده بتجري معانا كده واحنا شغالين كانت بتجري معانا طبعا برضو اخواتي كانوا عايزين طبعا هنا كان الشاي بقى اتعمل اهوت بيديه والدتي قالت لا مش هينفع نشرب الشاي واحنا كده ايدينا كلها سمنه وزبده ومش هينفع برضو سيبناه والله يعني عملناه وسيبناه ما شربناهوش وادي بقى هو زي ما قلت لكم ايد على ايد تساعد وعشان خاطر بقى حبيبتي كده و... واختي وحبيبتي فاطمه الف... طبعا يا رب كده يعني زي ما قلت لك يكون الطريقه كده سهله عليكم وتعمليها انت وحبايبك هناك في المغرب وان شاء الله اللي برضو عايز آ... ان شاء الله نعمله بقى الفطير الصغير هنعمله باذن الله في الفيديوهات القادمه زي ما قلت لكم ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله طبعا كده مع بعض وكنت بضحك انا واختي لها واحد اتنين 3 وكنا بنعمل على طول نقلب انا وهي على والدتي كده ونجيب الحاجه العجينة يعني على بعضها شايفين بقى العجينه طريه وجميله اهيت مش تعملي الفطير بتاعك ما يكونش العجينه بتاعتك كده تكون قاسيه كده وتكون ناشفه طبعا هيطلع معاكي الفطير ناشف ويكون آه برضو آه يعني بدم العجينه معاك طريه زي ما انتم شايفينها كده بيطلع معاكي الحاجه بتاعتك تكون مظبوطه طبعا زي ما قلت لكم ايد على ايد بتساعد وطبعا بدل ما تتعبي لا اعملي كده الحاجه اللي تبقى مستاهله كده حاجات مع بعض وهاتي والدتك وهاتي اختك وربنا يديم المحبه واللمه كده بين الاخوات وبين العيله يا رب وطبعا القعده تبقى جميله ما بتتعوضش بين الاهالي فلازم كده نخلي كده يوم كل كم فترة كده نعمل يوم كده ونلم ونجمع في الحبايب ونقعد كده وتبقى ذكريات طبعا هنا خلاص خلصنا بقى الفطيرة اهوت وجبنا على طول بقى كده خلصناه وفردناه بقى كده في الصواني اهوت طبعا لو انت بتعملي لقيت القطعة ال ال بتاعتك صغيرة مش تفرديها خالص على اخر الصينية سيبيها كده لحد ما تبقى سمكها مظبوط عشان طبعا كل ما ترققيها هتلاقيها كده ناشفة معاكي ومش هتبقى طرية طبعا هنا كنت حطينا بقى كده سمسم على الفطير من فوق طبعا بتدخلي بقى كده الفرن على نار عاليه وطبعا هنا مولعين اهوت الشعله من الجناب وكمان من تحت وايه ده هو طبعا كنا بنشوف كده بشوف كده بالسكينه اهيت من تحت طبعا لو لسه طبعا ما لون كنا بندخلها ونسيب اول ما تاخد لون طبعا هنا والدتي بقى جت هنا عشان تسوي وهنشوف بقى كده طبعا قالت تعالوا الفرن كمان عن كده قالت لازم يدخل كده الفطير على نار عاليه علشان يطلع معاكي زي ما انتم شايفين جميل ومنفوخ اهوت وهنشوفه برضو مع بعض من تحت عامل ازاي اهو بسم الله ما شاء الله هنطلع بقى كده على طول وهوريكم برضو اهيت يعني هقطعه كده ونشوفه مع بعض مش عايزه اقول لكم كان طري وجميل وطعمه جميل وهوريه لكم برده هنقطع كده منه بالسكينه برضو وهنشوفه عامل ازاي يلا بقى كده نحط اللايك, بقى كدا اللايك ما بقى كده اللايك عشان طبعا زي ما قلت لكم هو برفع الفيديو اللايك يا احلى واغلى متابعين طبعا طلعناها هو كده التليفون هو بنقفل زي ما قلت لكم على نار عاليه على شان الفطير بتاعك يطلع مظبوط طبعا لو ما عندكش صواني طبعا والدتي كانت عايزه تجيب صواني من عندها فانا بقول لها نجيب صواني فزي ما أنتوا كده شايفين حطينا بقى كده على الطبليه سيبنا واحده على الطبليه وواحده في الطبق اللي كنا بنعجن فيه وبعد كده لما بنشيل بقى كده ونفضي الفطير بنحط تاني اللي احنا طلعناه بنحط مكانه فطير تاني طبعا العسل اهوت وهحط كمان عليه طحينه طبعا الطحينه كنت لسه شارياها وكانت كده يعني آه تقيله شويه فهنشوفها برضو مع بعض يعني آه هجيب معلقه كده وهنحط الطحينه طبعا عليها عسل بالطحينه كده بقى طعمه جميل مع الفطير ان شاء الله هنعمل لكم كل اللي انتم عايزينه باذن الله هنعمله لكم طبعا انا قلت الطحينه تنزل سايله كده طبعا الجو كان آه طبعا زي ما انتم عارفين برد وجبت معلقه كده وقلبتهم على بعض هوريكم برضو الفطير وهوريكم الورق الورقات بتاعه او الرقات بتاعه طبعا كله كده زي ما تقولوا طبقات على بعضها اهم حاجه تحط الماده الدهنيه بين كل طبقة والتاني اهي شايفين بقى كده الصينيه دي يعني الصينيه دي خدت كيلو يعني الصينيه دي خدت كيلو اكبر صينيه عندك هتلاقيها هتاخد كيلو والكيلو هيعمل لك يعني لو هتعملي واحده بس او كيلو اعملي منه آه تلت قطع آه وهيطلع لك بقى كده وتفرديهم وتحطهم على بعض ويبقى كده معاك الفطير زي ما انتم شايفين اهو شايفين بقى كده الورقات بتاعته عامله ازاي ده السنان اللي جوه كده بتتحرك طب نحط معلب بقى كده الكتير وال العسل والطحينه على بعض وادي بقى كده آه اوريكم يعني الكتير اللي طلع هو وادي الكتير كمان اللي الفرن طبعا الفرن ال... دوت اللي شايفين بقى عامل ازاي بقول له فقال لي ماما ده خالته ده الفطير كله زي ما يكون الصينيه بتولع في الفرن فجريت يعني جبتها كده شويه عشان الاضاءه تبان ودخلتها تاني. عشان اوري لكم بس من الفطير وهو في الفرن شكله عامل ازاي طبعا زي ما قلت لكم لازم يدخل على نار عاليه علشان يبقى ما ينشفش منك ويكون طري كده معاك طبعا كانت اختها هي ووالدتي وادي الفطير اهوت شايفين بقى عامل ازاي بسم الله ما شاء الله طبعا الحته اللي فيه دي كده من جنب من الشعله طبعا الشعله كانت معكسنا شويه بس برضو حاولنا ان احنا عملنا والدتي كانت عايزه تاخده تسويه عندها آه لكن آه حاولت برضو ان هي تسويه هنا والحمد لله طلع برضو مظبوط وده بقى كده كان فيديو معاكم النهارده يا رب كده يكون عجبكم ويكون نال رضاكم ويكون طريقتنا كده عجبتكم طبعا والدتها هي بتسلم عليكم جميعا وبتدعي لكم والله وبتدعي لفاطيمه ربنا يسعدها يا رب ويسعد ايامها اللهم امين يا رب العالمين دمتم في رعايه الله وامنه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته